Welcome everyone. مرحبا جميعا. أنا أرى أن الناس ينضموا. نعتذر عن التأخر. سأسمح ببضع ثواني ليقوم المشاركين بالانضمام ولنقوم بإعطاء التعليمات عن الترجمة. إذن مرحبا بكم جميعا. أنا فقط أعطي بضع ثواني ليقوم الناس بالانضمام وهم ينضموا تدريجيا. أعتقد هذا جيد. أهلا بكم جميعا، مرحبا بكم إلى الاجتماع 13 من مجلس العدالة البيئية. أنا اسمي ماريا بلنباور وأنا نائبة سكرتيرة العدالة البيئية للمكتب التنفيذي لشؤون البيئة والطاقة لماساتشوستس. وقبل أن نبدأ، هناك بعض التعليمات الفنية للزوم والنقاط الفنية لنراجعها، فسأسلم الكلمة لفريقنا الرائع مع ERG وكاسل جون. شكرا جميعا لانضمامكم إلينا، ولدي بعض اللوجستيات. إذن أولا، نحن نقدم 10 لغات شفوية وترجمة لغة الإشارة الأمريكية. كسل الخط يتقطع عندك قليلا، والشرائح ذهبت للتو. أنا أعتذر، دعوني أعيد المشاركة مرة ثانية. شكرا. هو يحمل. نحن تمام الآن. جميل. إذن لمن يتحدث اللغة الإنجليزية، من فضلكم اختاروا القناة الإنجليزية لتسمعوا أي تعليقات مترجمة، وللباقي يمكنكم أن تختاروا اللغة التي تريدوا أن تسمعونها عن طريق الضغط على أيقونة أو رمز الكرة الأرضية في اختيارات أو إعدادات الزوم. إذا كنتم ستشارك بأي تعليقات شفوية اليوم، وهذا ينطبق أيضاً على أعضاء المجلس، من فضلكم تحدثوا ببطء حتى يستطيع المترجمين أن يلاحقوا. وإذا كنتم ذات صمم أو ضعف السمع، من فضلكم ارفعوا يدكم ووضعوا تعليق في الدردشة أو في صندوق الأسئلة والإجابات، وسنقوم بجعلكم من المتحدثين لتتمكنوا من التواصل مع مترجمي لغة الإشارة الأمريكية. الصوت متاح إما عبر الكمبيوتر أو التليفون. إذا كان عندكم أي أسئلة فنية أو لوجستية، من فضلكم ارسلوها على الإيميل meetings@erg.com. وأيضا هذا الاجتماع يتم تسجيله. المعلومات التي تستخدم من في ذلك الشرائح وجدول الأعمال سيكون على الموقع الإلكتروني. أريد أن أذكر الأعضاء أنهم لا يمكنهم أن يستخدموا الدردشة لأي شيء غير الترتيبات اللوجستية. يجب أن يتم كل شيء على مرأة ومسمع من الجمهور. سأمر الكلمة إلى شكرا كاسل. سنراجع الآن جدول الأعمال. سيكون عندنا تسجيل الحضور والتصديق على محضر الاجتماع السابق. سيكون هناك فترة للأسئلة والتعليقات في البداية، في بداية الاجتماع، والرد على التعليقات إن أمكن. بعدها سيكون هناك نقاش عن منحة الحد من تلوث المناخ. المجلس سمع عرضاً من قبل وهذه متابعة لذلك. بعدها سيكون هناك تحديثات من مجلس العدالة البيئية، وفترة ثانية من الأسئلة والتعليقات من الجمهور، ومرة أخرى الرد على التعليقات إن أمكن، وسننتقل إلى الخطوات التالية وننهي الاجتماع. إذن دعوني أسجل الحضور من أجل أعضاء مجلس
العدالة البيئية كليلا بارنات. لا أعتقد أن كليلا موجودة. مادلين ملسا فراري شيرل هولي موجودة. كارلاين هون موجودة. نمريدا كابور موجودة. ليديا لو موجودة. ماركوس لونا موجود. كير مافي موجود. وأنا ماريبو لين باور. صوفيا لورين ليست موجودة. سيلان بلاري موجودة. باتريشا سبنس موجودة. أري زورن. أري ليس موجودا. ومايلز غريشم موجود. جميل، شكرا جميعا وشكرا لانضمامكم. نحن نعرف أننا نتقابل كل شهرين، ولكن هذا الاجتماع اجتماع خاص من أجل منحة الحد من تلوث المناخ، فنحن نقدر حقا انضمامكم إلينا. إذا الآن يمكننا أن ننتقل إلى، لا أنا آسفة، نحن نصدق على محضر الاجتماع. لو ممكن نحصل على مقترح للتصديق على محضر اجتماع 11 يناير الذي كان مختلطا بمشبي، لو ممكن يقدم شخص مقترح للتصديق على الاجتماع. أنا أقدم المقترح للتصديق على محضر اجتماع 11 يناير. شكرا بيتر. هل من مؤيد؟ أنا أؤيد المقترح. شكرا بات. أي من مناقشات؟ على كل الموافقون أن يقولوا نعم أو يرفعوا. أعتقد سيكون أفضل إذا رفعتم يدكم، إما يديكم نفسها أو يد افتراضية. وإذا أنا ممكن أن أنادي أسماء رافعين يدهم إذا كان سيكون هذا مفيدا. كسل سيكون هذا رائعنا. ابقوا يديكم مرفوعة من فضلكم. إذن كارولاين هون، ليديا لو، ماركوس لوناس يمتنع لأنه لم يكن حاضرا. ليديا يدك كانت مرفوعة صح؟ نعم. وبات سبنس، بيتر، مايلز، هل رفعت يدك؟ لا. أنا لم أكن موجودا. إذا جنسل ناتي أيضا ممتنعة لأنها لم تكن موجودة. شارل يدها مرفوعة كذلك. وأعتقد أن هذا كل شيء. بقية المشاركين هم المترجمين على ما أعتقد. أعتقد نمريتا رافعة يدها، لست متأكدة إذا كنت رأيتها. نعم، لم أكن أعرف إذا كانت مرفوعة أم لا، لم أراها. نعم، إذا نمريتا. هل من معترضين؟ وأعتقد أن الاثنين الممتنعون كانوا ماركوس ومايلز، صحيح؟ جميل. إذا قبل المقترح، تم التصديق على محضر الاجتماع. ننتقل الآن إلى الأسئلة والتعليقات من الجمهور. لمن شاركوا معنا بالاجتماع الافتراضي، ارفعوا يدكم. وكسل من ERG ستعطيكم القدرة على رفع الصمت عن الميكروفون لتعطوا تعليقكم شفويا. يمكنكم أيضا أن تجروا التعليقات إما شفويا أو بالدردشة باللغة المختلفة التي نقدمها اليوم. بعد أن يكون الصوت شغال عندكم، تحدثوا ببساطة والمترجم أو المترجمة سيترجم لغتكم إلى اللغة الإنجليزية لمن اختاروا اللغة الإنجليزية. هذه تذكرة جيدة أيضا لمن لا يستخدم المترجمين بأن يختاروا قناة الترجمة الإنجليزية عن طريق الضغط على رمز الترجمة، رمز الكرة الأرضية على شاشتهم، وبهذا ستتمكنوا من سماع أي تعليقات مترجمة. ومن فضلكم لمن يشاركون بالجمهور وحابين تتحدثوا أن تبقوا تعليقاتكم في حدود دقيقتين لكل متحدث. وإذا كنتم تريدوا أن تكتبوا تعليقاتكم بالدردشة، معذرة، ليس في الدردشة ولكن في صندوق الأسئلة والإجابات الـ Q&A، وكاسل ستقوم بقراءتها لنا. ومرة ثانية تذكرة أخرى لأعضاء المجلس أن
يمتنع عن استخدام الدردشة، لأن المناقشات كلها يجب أن تتم على مرأى ومسمع من الجمهور. تذكرة فقط أيضا لأعضاء المجلس بإبقاء ردودهم مختصرة. إذا انتقلنا إلى الرد على الأسئلة والتعليقات، كسل، سأمرر الكلمة إليك لو ممكن تساعديني مع الأسئلة. جميل، لدينا شخص رافع يده، كاثرين. كاثرين، من المفترض أن تتمكني من التحدث الآن. شكرا. كنت أريد أن أقول فقط أنني كنت حاضرة آخر اجتماع ببروكتون وهو كان رائعا، أحضرت بضع جيراني. عندي سؤال، عندما تجروا هذه الاجتماعات في المدن أو هل تقوموا بدعوة أي شخص من هذه المدينة أو القرية نفسها حتى يعرفوا أم لا؟ نعم، فلنستمع إلى كل التعليقات والأسئلة وبعدها سأجيبك إن ممكن. شكرا شكرا شكرا. هل من أي شخص آخر كسل؟ لم يرفع أي شخص يده ولا يوجد أسئلة بصندوق الأسئلة والإجابات. إذن للرد على سؤالك أستاذ رودريغس، بالنسبة لاجتماع بروكتون والآخرين كذلك التي نعقدها، نحن نتواصل مع المنطقة وأيضا مع ممثل أو نائب ولاية. إذا كنت تتذكري كانت النائبة ميشيل دوبوا موجودة وأحدثت بعض التعليقات الافتتاحية أو الترحيبية كذلك، وتعليق وقت التعليق العام جزء من الاجتماع. فهم كانوا يعرفوا على علم وكانوا مدعوين للاجتماع. وإذا كان هناك من يريد أن يرسل أسئلة بعد الاجتماع، يمكنكم أن تفعلوا ذلك أيضا. يمكن أن ترسلوا إيميل إلى meetings@erg.com، وهناك أيضا رابط، لا أعرف إذا ممكن نضع الرابط في الأسئلة والأجوبة أو في الدردشة يا كاسل، حتى يتمكن الناس من إرسال أسئلتهم إذا كانوا يريدوا أن يرسلوا أسئلتهم كتابيا. يمكننا أن ندخلها بالدردشة. جميل، شكرا. إذن الآن سنراجع، سأقوم بدعوة زملائي بمكتب الحاكم أو المحافظ بمكتب المناخ والمرونة. سينضم إلينا جوناثان تراك. جوناثان، أعتقد أن منصبك هو رئيس أو نائب رئيس المناخ، ومعنا أيضا زميلتنا ديانا جيد، وأعتقد أن رئيسها ليست موجودة، صح؟ هذا صحيح، هي ترسل اعتذارها. شكرا نائب السكرتير، شكرا جزيلا. ديانا ستقوم بمعظم الحديث لأنها قامت بمعظم العمل. أريد أن أرحب بالجميع وأشكركم لاجتماعكم لهذا الاجتماع الخاص. نحن نعمل تحت المواعيد الـ EPA، فنحن نشكركم لانضمامكم هذا المساء. وقبل أن تبدأ ديانا في الدخول بالتفاصيل، أريد أن أوضح بعض التفاعل الذي ركزنا عليه في مواضيع العدالة البيئية، وهو ما يسمى بالمجتمعات محدودة الدخل والمهمشة. في 1 فبراير و 2 فبراير كان عندنا مجتمعين خاصين رسميين إلى حد ما ومترجمة إلى عدة لغات، مع دعوات لأكثر من 600 شخص وأكثر من 100 مشارك. اجتمعنا 4 مرات، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر ويناير، والذي يجمع أكثر من ما بين 30 إلى 40 منظمة للعدالة البيئية ليتحدثوا عن مواد مختلفة في مراحل مختلفة من التطوير كما سنتحدث عنها اليوم. نحن انعقدنا مع نحن اجتمعنا مع مدن حدودية ومع مكتب الاستدامة و
مسؤولي مكتب العمدة للتحدث على البرنامج ونحصل على وجهة نظرهم. تواصلنا مع مفوضية التخطيط لمنطقة بيركشير، كان هناك اجتماعين معهم، ونحن عقدنا أيضا اجتماعات فردية مع المناصرين في مساحة العدالة البيئية للمواضيع التي تهمهم بشكل شخصي، منهم ريد كينغ، Running the Green Space، Randwick Lawrence، Mary Wambui، Boston Green New Deal، على مواضيع متعددة متعلقة بالطاقة. وأنا أريد أن أقول أن هذا العمل كان يغير طريقة تفكيرنا وتخطيطنا للاستثمار ومقاربتنا للمناخ، وهو حقا كان وضع العدالة البيئية كمحور ومنتصف العمل للمجتمعات المهمشة ومحدودة الدخل. ستسمع أكثر عن التطبيق أو تنفيذ المنح، ولكن أعتقد أن هذا مهم جدا. دعوني أعطي الكلمة الآن لزميلتي ديانا جاي التي ستتحدث عن خطة العمل لأولوية المناخ. شكرا جوناثان، وهذه أول مرة أنضم إلى اجتماع مجلس العدالة البيئية، فأنا سعيد جدا بوجودي هنا. سأبدأ بتلخيص ما هي منحة الحد من تلوث المناخ. أعرف أن البعض سمع عن هذا من قبل، ولكن أتأكد أننا كلنا في نفس المرحلة. هو برنامج على ثلاثة مراحل من قبل هيئة حماية البيئة للولايات المتحدة. نحن الآن في المرحلة الأولى وندخل في المرحلة الثانية في نفس الوقت. المرحلة الأولى هي أن يكون هناك أولوية للتخطيط للتعرف على إجراءات تطبيق قصيرة المدى لتعزيز تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وبعدها يكون هناك خطة العمل لأولوية المناخ. وبعد خطة العمل لأولوية المناخ من المفترض أن يقدم في 1 مارس، نقدم بعدها استمارات تقديم التمويل لننتقل إلى تطبيق مجموعة من الأولويات من هذه الخطة للأولويات. وفي أواخر الربيع سنبدأ المرحلة أو الطور الثالث، وهو مرحلة التخطيط الشامل، ونريد أن نتفاعل مع المجتمعات على في جميع أنحاء الولاية. وكما قال جوناثان، نحن نجري في هذا الآن بسبب اقتراب موعد التقديم في مارس. إذن برنامج منح الحد من تلوث المناخ يرشده هذه الثلاثة أهداف من هيئة حماية البيئة للولايات المتحدة، وهي تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وأن يكون هناك منافع للمجتمعات المهمشة بما في ذلك الذين لديهم تلوث، وهذا هدف كبير. سوف أتحدث عن 9 إجراءات في خطة العمل للمناخ، ولنضع هذا في إطار. نحن نركز على الأجزاء التي تبعث أكثر كمية من الغازات الدفيئة بالولاية بسبب طبيعة هذا في الخطة بالأولوية. سنركز على المواصلات،
البنيات والطاقة لهذا السبب، لأنها يعني تتسبب في أكثر تلوث مناخي. وكما ذكر سيكون هذا في خطة التخطيط الشامل. الهدف الأول هو أن يكون هناك مراكب انبعاثاتها منخفضة أو منعدمة، وهذه مركبات مثل الشاحنات، شاحنات التوصيل، أتوبيسات المدرسة والأتوبيسات. والهدف هو أن يتم اعتناق الطرق. نحن نريد أن نسرع الانتقال ليكون مراكب بدون انبعاثات. الإجراء الثالث ذات الأولوية هو زيادة البدائل لمراكب التنقل الشخصية، والتي تسمى تغير الوسيلة. وعندنا مشروعين هم في أولوية، أولها هي زيادة بدائل للمواصلات للمسافات القصيرة. فننظر إلى زيادة الدراجات الإلكترونية، الشاحنات لنقل الركاب، وكذلك أن يكون هناك بنية تحتية آمنة للطرق والسكة الحديد. إذن مجموعة الإجراءات التالية ستكون بالبنايات. نحن ننظر إلى، لأن البنايات بعد المواصلات هي أكثر مصادر الانبعاثات بسبب التدفئة والتبريد وإعطاء الطاقة، فهذا يسبب التلوث. مرة أخرى لدينا ثلاثة إجراءات، وهنا نحن ننظر إلى أن يكون هناك عزل أفضل. وهذا هذه النقطة يمكننا أن ندخل فيها تفاعل أكثر، بالإضافة إلى التعديلات، بالإضافة إلى العمل بالمدارس، وأن يكون هناك مشروعات تحديثية بالمدارس. نريد أن نعمل مع التفاعل لزيادة التوعية مع نزع الكربون والتغيير المناخي. الإجراء الثاني هو نزع كربون من أنظمة تدفئة البنايات، وهذا لزيادة خدمات التدفئة منخفضة الكربون، خاصة اعتناق الضخ بمصادر هوائية. ثانيا، هذا يتضمن أيضا التدفئة الجيوحرارية، ليكون هناك أنظمة تدفئة نظيفة بالبنايات السكنية والتجارية. وثالثا، بالإضافة إلى أن يكون هناك تدفئة نظيفة، أن يتم تطبيق أيضا طاقة متجددة بالبنايات. إذن هذه هي الناحية الثالثة، وهي الطاقة. هل أتحدث بسرعة كبيرة جدا؟ لا، أنا أتساءل، ممكن نتوقف لنرى إذا كان هناك أي أسئلة من أعضاء المجلس، أو إذا كنا نستمر. يعني أنا أطرح هذا السؤال على أعضاء المجلس، لو عندكم أسئلة أم نتابع. طيب، ربما يمكننا أن نستمر. شكرا ديانا. طيب حسنا، نحن متحمسين للمناقشة، يعني تفضلوا بإيقافي، وأنا متحمسة لسماع جوناثان يتحدث عن تمويل الاستمارات، وهذا ما نحتاج مدخلات فيه أيضا. إذن سأستمر في الطاقة. لدينا إجراءين ذوي أولوية، أولهم هو أن يكون هناك منشآت للطاقة المتجددة، وننظر أكثر
لتنمية الطاقة الهوائية في أماكن على الشواطئ مثل خليج مين، وثانيا أن نزيد التنمية الشمسية من خلال المساعدة الفنية والمساعدات. ثانيا إجراء الأولوية التالي هو زيادة استخدام الطاقة النظيفة. نحن ننظر إلى مشروعين، أولهم أن يكون هناك المساعدة المالية والفنية لتنمية المرونة للطاقة للمركز المجتمعية وكذلك المستشفيات. ونحن أيضا ننظر لتقليل إهدار الطاقة عن طريق أنظمة التوزيع. وآخر إجراء من التسعة هو This is a measure that can also pair with many of the measures that have been discussed before, so such as pairing with. يكون هناك عزل الكربون، وهذا يمكن أن يجتمع مع ما ذكر من قبل، بما في ذلك مع البنيات، ولكن العمل على البنيات. ولكن هذا الإجراء هو يكون عن إعادة الغابات والمحافظة عليها وزيادة الأشجار ومشاريع زراعة الحشائش في المناطق المدنية. إذن الأهداف وما ذكرته من هذه المنحة من هيئة حماية البيئة للولايات المتحدة هي أن هيئة حماية البيئة للولايات المتحدة لديها تكليفات، وهي تشجع المستفيدين من هذا البرنامج أن يكون التدفق هو للمجتمعات محدودة الدخل والمهمشة. وهذا فيدراليا تعريفه هو المجتمعات التي يكون عليها عبء كبير بالتلوث، التغير المناخي، الطاقة والصحة والسكن. وهذه المجتمعات هي الموضحة باللون الأخضر على هذه الخريطة، الخضراء على الخريطة. فنحن نقوم في هذا المشروع بتحليل إضافي وتخطيط إضافي كيف تكون هذه الأعباء على في أنحاء الولاية، وكيف ممكن تصميم برنامج يفيد هؤلاء المجتمعات. أولا على سبيل المثال نحن نطور خرائط إضافية لم يكن هناك وقت لإضافتها في هذا العرض، ولكن نضع خرائط لانتقال الطرق السريعة، وأن هناك تركيز أقل أعتقد جوناثان سأعطي الكلمة لك لنتحدث عن منح التطبيق. إذن دعينا نتوقف هنا. هل من أي أسئلة من المجلس؟ معذرة، أعتقد عندنا بضع الأسئلة. معذرة، معكم كارولاين هان. أنا عندي سؤال عن البناية ومجال البنايات والجيو حراري خاصة، وأعتقد أنه من الرائع أن نرى أنكم تفكروا كيف يمكننا أن نستخدم تكنولوجيات فعالة أكثر. وذكرتم مصدر الهواء للتدفئة، وهناك تركيز على الموردين بشكل خاص، ونفكر في توسيع هذا مع الرقم المحدود من الأشخاص. نعم، أعتقد هذا صحيح تماما. بالنسبة للجيوحراري فالأمر متعلق أكثر بالعاملين،
وليس سلاسل الإمداد. فكل هذه الإجراءات يجب أن يتم التفكير فيها كأنها قائمة. هذه المنحة تعمل مع الولاية لديها التزام بتطوير قائمة من الإجراءات، وهذه القائمة يمكن للولاية أن تطلب منها وتقدم عليها. وكما سنسمع بعد قليل، نحن الولاية لا نتوقع بأن تقوم الولاية بالتقديم على الجيوحراري، ولكن نحن نعتقد أن هناك بعض المناطق تفعل ذلك، ونحن نشجع هذه المناطق بأن تدخل عنصر القوى العاملة بقوة لمواجهة هذه الإشكالية. فأنا أتفق تماما معك، نحن نتواصل مع زينب وأودري في فريق الطاقة، ونراقب عن كثب نتائج 20 شرط 80، وهذا هو جزء مما جعلنا ندخل السماح للمناطق بالطلب من القائمة. نعم، معكم باتريشيا سبنس، أنا كنت رافعة اليد. نعم، يمكنكم أن تقاطعون. حسنا، لا أعرف تفاصيل الإسكان لسبرينغفيلد وورتشستر، ولكن أنا من دورتشستر، بالنظر إلى السكن ثلاثي الطوابق وننظر في زيادة الطاقة الشمسية، هل هذا أيضا بالنسبة للثلاثة طوابق التي لديها سقف مسطح؟ أعتقد أننا لم نصل إلى هذه التكنولوجيا. أعتقد نعم، أعتقد أنه بالنسبة للمستودعات الكبيرة ربما سيكون أحد المعايير الأخرى. الخلفية المهمة لهذه المنحة، هل تقوم بتلبية احتياج غير موجود؟ هل في تمويلات أخرى يمكن استخدامها؟ وللوضع الذي ذكرتيه، أعتقد برنامج الطاقة الشمسية للجميع التي تواجه السكن المتوسط ومحدود الدخل، قدمنا على 250 ألف مليون دولار بهذا البرنامج، ونحن نتوقع أو ننتظر إجابة أو رد الشهر القادم. فأعتقد أن الولاية عندما كانت تقيم الاختيارات، هذا أحد الأسباب التي جعلنا لم نضع هذا في الأولوية. هذا منطقي. وسؤالي الثاني هو مبهم جدا، ولكن هل هناك حاجة في أي مما عرضته الآن؟ هل هناك داعي لأن يكون هناك أمن للبنية التحتية؟ يعني أنا أفكر في الأمن السيبراني وكل هذه الأمور لبعض هذه المشروعات، لا أعرف إذا كان هذا مناسبا أم لا، ولكن يبدو بأنه ينطبق على كل شيء. هو ينطبق أكيد على اجتماعنا الآن. أعتقد الإجابة هي نعم، بالنسبة للأمن السيبراني، الأمن الواقعي وبشكل عملي أكثر، التحديثات التحديث لشبكات الطاقة. نحن قمنا بالاستشارة معهم وعملنا معهم في هذا كثير من هذا هو عن الكهربية. شبكة الكهرباء هي تحت كل كثير مما نفعله، وهي مسؤولية مرافق الكهرباء إلى حد كبير أيضا. وأعتقد أن كان هناك تردد للحصول على أموال فيدرالية وتحويلها إلى المرافق الكهربائية ليستخدمونها بالطريقة التي سيستخدمونها بها، وليس كبرنامج تابع للولاية. لا نستطيع أن نرسل مهندسين
تبع الولاية لتصليح شبكة الكهرباء المرافق هي من تشغل هذا، ولذلك نحن نتعرف على أهمية تعديل الشبكة، ولكن فكرنا بأن هذا ربما لا يكون مناسبا للتمويل لهذا الإجراء. شكرا جزيلا على الإطلاق، شكرا لك على أسئلتك الوجيهة جدا. إذا تحدثنا عما لن نطلبه من القائمة لهذا المطعم، ربما سنتحدث عن ما الذي سنطلبه. أعتقد كان هناك سؤال آخر. ليديا، يدك كانت مرفوعة. نعم، إذا هذا سؤال بسيط جدا. هل طريقة عمل هذا هي أن هناك هيئة حماية البيئة للولايات المتحدة، الولاية تقدم ويكون لديها هذه التركيزات في ذهنها، ونتمنى أن يأتي هذا التمويل للولاية مع هذه القائمة من التركيزات الممكنة، والمدن و القرى تقدم؟ دعيني أوضح. شكرا على سؤالك. إذا نحن نقدم هذه الخطة 1 مارس، وهي القائمة. بعدها 1 أبريل، الولاية والمدن والقرى لديها تاريخ نهائي للتقديم على منح التطبيق أو التنفيذ، وهذه المنح مقدمة أعتقد مقسمة إلى 5 درجات مختلفة، من 2 مليون دولار إلى 500 مليون دولار. التمويل المتاح كله 4 مليار، ونحن نتفاعل أو نتعاون مع مجموعة من ولايات نيو إنجلاند من أجل مضخات الحرارة في درجة 500 مليون دولار. إذا قررت مدينة بوسطن أنها تريد أن تقدم بنفس هذه الشريحة، فسيكون هناك تنافس، نحن متنافسين ضد بعض، ولا يوجد مشكلة بذلك. المنحة الأفضل سيتم تمويلها، وكل هذه أموال ستأتي إلى ماساتشوستس. نحن نعمل بشكل تعاوني مع هيئات التخطيط نحن لدينا فهم جيد للاستمارات المقدمة ونحن أو التي سيتم تقديمها، ونحن نحاول أن ننشر طلبات التقديم. نحن لدينا تطبيق، معذرة، لدينا استمارات تقديم في ماساتشوستس على كل شريحة، سواء كان هذا من منطقة أو من الولاية. ونحن معذرة جوناثان، إذا كنت فهمتك بشكل صحيح، فالولاية بعدها ستقدم أو ستطبق، معذرة، ما قدموا عليه، ولن يقوموا بتحويله لتكون متاحة للأحياء لتقدم عليه بنفسها. نعم، هذا سؤال يأتي من جان زولنتي. إذن لهذه المنحة تحديدا، هي فقط للبلديات؟ هل يوجد أي شرط أو تشجيع لأن يكون هناك شراكات مع المنظمات الموجودة بالمجتمع، أم أن التمويل هو فقط للبلديات لتستخدمها بشكل مستقل؟ برنامج منح الحد من تلوث المناخ يركز على البلديات وهيئات التخطيط. الإقليمية والمقاطعات والولاية لا يوجد تنافس أو مسابقة منفصلة معذرة، ويوجد بالفعل منافسة أو مسابقة منفصلة للقبائل المعترف بها، ولكن هناك منح أخرى لديهم
وتكون متاحة للمنظمات المجتمعية. صحيح جوناثان، بكل تأكيد، وهناك بعض المنح كانت كنا نراقبها وبالمنطقة. المنطقة الأولى نيو إنجلاند كان يجب أن يتم إعادة التقديم عليها. نحن كنا نضغط وقيل لنا أن ما حدث في الربع الأول من 2024. فهناك الموارد الصحية 50 مليون دولار، هناك التيك تاك القادم، وهناك أيضا منح التغيير المجتمعي التي تشير إليه السكرتيرة باورز، وكل هذا سيكون من الرائع أن نتحدث عنه. هل يمكنك أن تذكرني باسم المنحة للتواصل الموارد الصحية؟ Thriving Communities أو المجتمعات المزدهرة. صحيح، شكرا. شكرا. سؤال آخر، هل هذه المنح يمكن استردادها؟ أنا لست متأكدة. أشعر بأنك تستخدمي مصطلح فني ولست متأكدة أنني أفهم تعني. بلديتنا من المفترض أن تقوم هي بوضع هذا المبلغ وتستردها فيما بعد. لا، حسب فهمي هذه الأموال يتم إيداعها ويتم الصرف منها. طيب، شكرا. ما هو تيك تاك؟ ما هذا؟ هو المساعدة الفنية. And I don't know what the TC تهجئته TCTAC أعتقد، ولا أعرف. ولكن هو مركز المساعدة الفنية. الولايات المتحدة مقسمة إلى 11 منطقة من قبل هيئة حماية البيئة للولايات المتحدة، وكل منهم حصل على 50 مليون دولار ليمنحه ل جامعة غير ربحية أو ل CPOs لمساعدتهم على الاستفادة من قانون تخفيض التضخم، لمساعدتهم على التنافس على كل البرامج الأخرى. شكرا هانا، هذا رائع. وكل المناطق الأخرى حصلوا عليها في أبريل 23، والمنطقة الأولى جامعة كونيتيكت وضعت الطلب الناجح، ولكن أحد أعضاء الطاقم وجدوا بأن هذا لن يكون ممكنا، فأعادوا فتح المسابقة مرة ثانية بدلا من إعطائها للجامعة التي كانت بالمنصب الثاني. طيب، أعتقد أن هناك منحتين للمجتمعات المزدهرة، واحد هو للموارد الصحية، وهذا الذي كان 50 مليون دولار، وتم تقديم هذا الطلب مع أيس أو البدائل للمجتمع والبيئة، وهناك الآخر لتيك تاك والذي تم اختياره للمنطقة الأولى، ولكن كان يجب أن ينشر لاستمرارية التقديم مرة ثانية، ولم يتم الإعلان عن من سيحصل على هذه المنحة، وهذه هي للمساعدة الفنية تحديدا وليس للمنح. هذا صحيح. إذن كل هذا مجتمعا هناك الكثير من العمل، فهذا منطقي جدا لحوار مستقبلي عن كيفية الاستفادة من كل هذه التمويلات الفيدرالية. هل في أي أسئلة أخرى بهذه الجزئية؟ أم
نقضي بضع دقائق على منح التطبيق أو التنفيذ. Okay. If we move ahead, طيب إذا انتقلنا، so there are three هناك grants that we intend 3 to منح submit. نحن ننوي على تقديمها. The three measures that we're planning to put in applications for funding. الثلاثة إجراءات التي ننوي على التقديم على تمويلها هي لكهرباء المراكب للاستخدام المتوسط والثقيل، شراء المضخات الحرارية، والمضخات البحرية، ونريد أن نسمع رأيكم في هذا. إذن هذا البرنامج مصمم ل Class 3 through 8. So imagine the delivery van all the way up through the tractor trailer. هذا البرنامج مصمم لتقديم الدعم للأساطيل ليتم كهربية أو كهربة المركبات ذات الاستخدام المتوسط والثقيل عن طريق الحوافز، ونحن حاليا نفكر في أفضل طريقة للتفاعل مع المجتمعات منخفضة أو محدودة الدخل والمجتمعات المتضررة، والفكرة هي أن نركز على المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة ليكون عندهم ما بين 10 إلى 50 مركبة مضخات الحرارة، ليكون تركيب مضخات الحرارة سهلة ومتاحة لكل المقاولين وكل عملائهم، وهذا البرنامج مصمم ليكون هناك موزع واحد أو حوافز تعطى للموزع بناء على الاحتياجات التي تم التعرف عليها. وأخيرا هناك تحالف مع ولاية مين، يكون هناك تعاون في نمو الطاقة الهوائية بالمناطق خارج الشواطئ بسالم وماساتشوستس وسيرس بورت مين والأماكن المحيطة بها. والمشروع سيركز على تطوير البنية التحتية للميناء مع عناصر التنمية القوى العاملة في هذه المدينة الحدودية من أجل الوظائف الجديدة بالميناء وبخارج الشاطئ. إذن بالنسبة لمضخات الحرارة، نحن نعمل مع 5 ولايات أخرى ولدينا تأثير، لسنا الكاتبين الوحيدين لهذه الاستمارات للتقديم. السؤال، نريد أن نسمع رأيكم، نحن متحمسين لذلك. والسؤال الموجود عندنا تحديدا بالنسبة للمراكب وهو التقديم على الحوافز، إذا كنا ممكن نتأكد لو كنا في حدود 100 مليون دولار من حوافز المراكب التي يمكن أن تذهب للأساطيل المراكب التي ستفيد المجتمعات محدودة الدخل والمتضررة، كيف سنتأكد بأن هذه المركبات بالفعل تصل إلى هؤلاء المجتمعات؟ هذه أحد الأسئلة التي نفكر فيها.
ونريد أن نسمع رأيكم. شكراً. نعم، سأفتح الكلمة مرة أخرى للأسئلة إذا كنتم تريدوا أن تشاركوا. إذا كنتم أن تسألوا أي شيء آخر لجونسون أو ديانا. جوناثان أو ديانا، معذرة. تمام. أنا لا أسمع أي أسئلة ولا أرى أي أيدي مرفوعة. كارولاين. أنت على الصمت. أنت على الصمت. نعم. جوناثان، شكرا لأنك رجعت هذا معنا. كنت أفكر في سؤالك عن التأكد بأن الأساطيل تصل، بأن هذه المنح تذهب إلى الأساطيل الصحية أو تذهب إلى المكان الصحيح، وتسأل إذا كان ربما لست متأكدة، أكيد هناك حد أقصى بالنسبة لحجم المشروع التجاري الذي سيجري هذا الأسطول، ولكن في المناطق الذي يقدم ليكونوا مشاركين في هذا، ربما يمكنهم أن يرسلوا بعض البيانات من متابعة الطرق أو المسار الذي يأخذونه، أو عملاءهم الذين يخدمونهم للمساعدة على الحصول على البيانات الداعمة، لأنك محق، هناك رقم كبير من استمارات التقديم. فأنا أفكر إذا كان هناك مشاريع أو أعمال يمكنها أن تدعم هذا بالبيانات بعدد الأميال. هذا بالضبط البيانات التي نعمل مع DOT وسجل المرور لنعرف ما الموجود لدينا. من المغري أن نركز على الأساطيل الموجودة في مجاورات معينة، ولكن في بعض الأحيان هم يقضوا كثير من الوقت خارج هذه المناطق، فمعرفة ما هو مسار السفر وما هو مكان الصف هو صعب. أنا أرى أن أستاذ سبنس يدها مرفوع. السؤال إذن هو كيف أصل إلى الأشخاص الصحيحين؟ هل هذا هو السؤال؟ هل أفهمك صحيحا؟ إذن هذا يأتي مني أنا شخصيا. أنا شخصيا سيعجبني جدا أن أرى القائمة التي لديك الآن، إذا كان عندك قائمة الآن. وهناك الكثير من المنظمات، إذا نظرت في بوسطن، هي تبحث عن المشاريع التجارية للأشخاص ذوي البشرات الملونة، وهم ينظروا في لرواد الأعمال الناجحين، والتصنيف الذي تبحث فيه ربما يكون 20-30 مركبة للمشروع التجاري. أنا أفهم القدر، ولكن ما هي القائمة التي تعمل بناء عليها الآن؟ ما هي الهيئة التي تعمل معها لتنمية ذلك؟ ويمكننا أن ننظر في ذلك. هناك الكثير يعملوا في هذا الموضوع الآن، وهناك أماكن كثيرة يمكنك أن تذهب إليها لتوصلك مع مكان آخر وتوصلك مع أحد رواد الأعمال. فهذا يعجبني جدا، ليكون التواصل. البرنامج المصمم من أجل الحوافز، من المفترض أن يعكس شبكة تواصلنا، كيف نعمل مع المجتمعات، سواء كان هذا شاحنات لتوصيل الزهور من مشروع لدى أحد الأقليات، أو سباكين، أو سائقي الشاحنات، أيا كان. نعم، وهناك الكثير من المنظمات الآن، قوائم كثيرة موجودة. مرة أخرى أريد جدا أن أرى القائمة. أحضر أشخاص آخرين يمكنهم أن يضيفوا قوائمهم، ونحن، ولكن يعجبني جدا أن هذا السؤال يتم طرحه. في كثير من الأحيان لا يتم طرح هذا السؤال، وأحب أن يصل التمويل إلى الناس المناسبين. تعجبني دائما هذه العملية. والسؤال الآخر، إذا أخذت أسطول، لديك أسطول من 30 مركبة، أين محطات الشحن؟
هل هي بداخل المنظمة من أجل 30 مركبة؟ نعم، الفكرة هي أن يكون هناك مركز للشحن أو أكثر من واحدة، ربما يكون بضع مركبات، 2, 3, 5 من المراكب، يكون هناك أسطول من 30، 50، 20. و نظرية التغيير هي أنه إذا كان صاحب هذا العمل لعامين أو ثلاثة قال يا هذا الأمر نجح فعلا، فالمركبة التالية التي سيشتريها ستكون كهربائية مرة ثانية من جيبهم، ولهذا السبب هم يختاروا الكهربائي لأنهم يشعروا بأنه الاختيار الأفضل، ولكن الآن هو غريب بالنسبة لهم. وأنا لا يوجد عندي الدعم الفني، فدعونا نسهل هذا الأمر عليك. ابدأ يعني بعدد صغير وبعدها ستنمي. أفهم هذا. الجزئية الأخرى التي نحن متحمسين لها بالنسبة لتعليقك الأول، أن نعمل وراء الكواليس، وأنا متأكد أنه تحت السكرتيرة باول نرى هذا، أن خبراء المواصلات يعملوا على هذه المنحة، وهذا سيتطلب هذا من المجموعة أيضا، أن يكون هناك تنسيق مع خبراء التواصل بطريقة تبني تواصل داخلي. هذا رائع، شكرا جزيلا بيتر، شكرا جوناثان لمشاركتك هذا أيضا. وأنا بيتر ماتي، للعودة إلى ما قلته عن تحدي التعامل، أنا أتساءل كيف تعمل مع دائرة المواصلات وتستغل البيانات مثل الاحتقان المروري واستخدام هذه المصادر للبيانات للمساعدة في فهم هذه المناطق التي قد تبتعد قليلاً من المنطقة التي تنظر إليها. طيب دعني أتحدث عن ماس دوت، وديانا هل تريد أن تتحدثي عن السجد والتخطيط والعمل الذي يقوم به إيروب من الناحية الصحية؟ سأبدأ أولا، سأقول أن التعليق السابق أعجبني جدا. أستاذة سبنس، أعتقد أنك مستبقان ببضع خطوات بالنسبة لكيفية الاستهداف من خلال الشبكة لدينا والتفاعل. وسيجس كما قال جوناثان هو آلية التقييم من أجل العدالة البيئية والمناخ، وهي قاعدة بيانات للتخطيط فيدرالية خاصة على المواصلات. فنحن ننظر في قاعدة البيانات ونرى أكثر الأماكن المعرضة بسبب اقتراب المراكب للركاب خفيفة الاستخدام، بالإضافة إلى المواني والمطارات حيث هناك ازدحام كبير للشاحنات أيضا، واستخدام آلات التخطيط. إذن هذا جزء من الإجراءات، ونعمل حاليا على هذه الخرائط ونحصل على الدعم من استشاري فني مع عرب، وهذا سيكون جزء من خطة العمل لأولوية المناخ. ونحن قمنا ببعض العمل السابق، مركز الطاقة النظيفة لماساتشوستس قامت ببعض العمل مع كالستار، وهي أخصائي بالمركبات الكهربائية بشأن الأساطيل، وكان هناك قاعدة بيانات تجارية عن مكان كل الأساطيل، ولدينا نتيجة ذلك وهو خريطة تظهر تركيز المراكب وأماكن الأساطيل في أنحاء ماساتشوستس. أنا غير مسموح لي أن أشارك الشرائح أو شاشتي، صح؟
يمكنك أن تشارك شاشتك. سأتوقف أنا عن مشاركة شاشة. Can folks see that map? هل يمكنكم أن تروا هذه الخريطة؟ نعم. ربما يمكنك أن تضعها في صورة العرض من أسفل. هذا أفضل. تفضلي كاسل. إذا دخلت على أسفل اليمين بالصفحة، إذا ضغطت على هذا، هذا أفضل. نعم. ها نحن ذا. طيب. إذن بيتر، نحن متاح لدينا هذا النوع من البيانات التي تساعد على إعلامنا من ناحية البلديات، ترشدنا إلى المكان الذي نسلكه مع خطة مثل هيئة حماية البيئة للولايات المتحدة ومناطقتها. هي تساعد في التعرف على الأماكن التي بها تركيز مرتفع للمراكب، ونستطيع أن نستخدم أيضا أداة السي جي اس للتعرف على المناطق التي بها معدلات ربو مرتفعة وانبعاثات مرتفعة. فيمكنك أن ترى هذا النوع من التحليل الذي يدعم منحة التطبيق. شكرا. لنعطيك مثال عما نستخدمه. هل في أي أسئلة أو تعليقات من المجلس أو من أعضاء المجلس؟ سيكون لدينا فرصة لأسئلة وتعليقات من الجمهور، فلا أعرف إذا كان ممكن جوناثان وديان تبقوا. بكل تأكيد دعوني أقول، كما تعرف نائبة السكرتيرة باور بأن دائرة الطاقة الذين يقوموا بدفع، هم الخبراء الذين يقوموا بدفع تطبيق المنح، وهم الذين يقودوا، يعني نائبة السكرتيرة باور وفريقها كريستال جونسون هم الذين يقودوا التفكير في هذا التفاعل ومشاركة المجتمعات محدودة الدخل والمتضررة. فنحن شاكرين جدا لهذا. شكرا. أعتقد بالنسبة للتحديثات والتنبيهات لا يوجد عندي أي تحديثات أو إعلانات كبيرة، فيما عدا أن اجتماعنا التالي سيكون ثاني خميس بالشهر مرة أخرى بمارس، وسيكون بوستر. أتمنى هو سيكون اجتماع مختلط. هذا الاجتماع كان افتراضي فقط بسبب أنه كان هناك فترة قصيرة للعمل على اللوجستيات، ولكن الاجتماع التالي سيكون المجدول العادي، سيكون الاجتماع رقم 14 وسيكون مختلط بوستر. فنتمنى أن يتمكن أعضاء المجلس على الحضور شخصياً، وسنحاول أن نتواصل مع من هم بمنطقة وستر من المجتمع ليحضروا. ونحن قمنا بدعوة دائرة حماية البيئة CEP ليذهبوا ويشاركوا اللوائح بالنسبة لتحليل التأثير المتراكم. ربما سيقوموا بنشر هذا للجمهور في يومنا. لا يوجد عندي أي إعلانات أخرى. هل في أي أسئلة من قبل أعضاء المجلس بالنسبة للوجستيات؟ لا أسمع أي أسئلة أو تعليقات. يمكن أن ننتقل الآن إلى الجزء الثاني من الأسئلة والإجابات والتعليقات العامة والإجابات إن أمكن. فكاسل، ممكن تساعديني في العمل على هذا حتى يستطيع الجمهور أن يرفعوا يدهم، وكاسل ستعطيكم القدرة على
تشغيل الصوت، وإذا كنتم تريدون أن تكتبوا أسئلتكم بصندوق الأسئلة والإجابات يمكنكم أن تفعلوا هذا أيضاً، وكاسل ستقرأه لنا، وسنأخذ الأسئلة أولاً ونجيب على الأسئلة التي سنتمكن من الإجابة عنها بعد أن تم طرح كل الأسئلة. إذن كاسل سأعطيك الكلمة لتساعدينا في تنظيم هذا. شكراً. بالنسبة أنا أرى جوليا توماس رفعت يدها. جوليا من المفترض أن تتمكني من تشغيل الصوت، هل تسمعني؟ نعم. جميل. أنا كتبت شيء أقرأه سريعا. أنا اسمي جوليا توماس وأنا شركة الإدارة في مجموعة بيركشير نظيفة، وهي أسست مؤخرا مجموعة عدالة بيئية هنا ببيركشير. شكرا جزيلا على هذا العرض المفيد جدا. جوناثان، ذكرت بأن هناك بعض الاجتماعات مع مفوضية التخطيط ببيركشير، وحسب فهمي لا يوجد موارد مالية لإعطاء إشراف على الـ APA GE Pittsfield. أنا مجتمعي لديه تخوفات مماثلة بالنسبة لعدم وجود التركيز من الولاية على النتائج الصحية. كما تعرف في 2020 كان هناك اتفاق تسوية تم الوصول إليه من دون أي مشاركة مجتمعية بخصوص التخلص من المخلفات المسممة، بدلا من النظر في أي تكنولوجيا أخرى في التخلص منها. ستكون هذه مصدر من انبعاثات الغازات الدفيئة، وستعرض مجتمعنا إلى مخاطر صحية ونفسية، وهي لا تضع الصحة بأولوية، ونحن نحتاج مساعدتكم. عندما ينتهي هذا التنظيف خاصة بأنه في منطقة تنتهي، أحد التخوفات هو أن أحد أدوات التقييم أو الغربلة للعدالة البيئية specifically but not limited to the fact that the entirety of the Housatonic River is a Superfund site, not just the portion that is in Pittsfield. And الجزء الموجود بيتسفيلد، وأيضا هو مقسم بين المقيمين بشكل كامل الذين سيتأثروا. They are in fact disadvantaged communities experiencing very high levels of poverty, cancer, and other chronic health issues. We really need your help. حقا نحتاج مساعدتكم، وهذا المساء أريد أن أعرف ما هو with Mass DEP and EPA to turn this whole thing around. كيف نستطيع أن نعمل على تغيير كل هذا، بدءا بالتقييم للتأثير المتراكم للتأكد بأن المجتمعات المتأثرة أكثر هي بالفعل مجتمعات متضررة بالعدالة البيئية. شكرا. شكرا جوليا، شكرا على تعليقك، شكرا على الفرصة. سنأخذ كل الأسئلة أولا، وأكيد أريد أن نتابع مع جوليا بعد هذا الاجتماع. كاسل، هل عندنا أشخاص آخرين رافعين يدها؟ لا يوجد شخص آخر رافع يده، ولكن عندنا بعض التعليقات بصندوق الأسئلة والإجابات يمكنني أن أقرأها. طيب، إذن عندنا بضعة من ديفيد داو. الأول هو
أود أن أعتذر أولاً إذا نطقت أي كلمة خطأ. أنا متخوف بشأن التكلفة المرتفعة لتنقية المياه بالكيب كود للتخلص من التلوث. تعليق آخر هو بكيب كود عندنا منحة من أجل الأجرة المجانية لكبار السن بأتوبيسات المواصلات العامة لمساعدة السفر للمجتمعات العدالة الاجتماعية. هناك تعليق من تالين فيلاندري، مرحبا، أنا لم أرى كثير مخطط لمنطقة نيو بيدفورد الكبرى وهي لديها مجتمع عدالة اجتماعية متنوع وكبير. ديفيد داو يقول يرلين مادوز حيث أعيش لديه مرافق تحت الأرض، ولكن في كثير من الأحيان يكون عندنا انقطاع بالطاقة بسبب التخطيط أو شبكة الطاقة فوق الأرض وعلى طرقنا الرئيسية. هل ممكن المنحة تساعد في هذا؟ تعليق آخر من ديفيد داو هو توصيل الطاقة البحرية للشبكة الكهرباء الأرضية هي تحدي كبير هنا بكيب كود. أنجلو ناسيون، أنا أعتذر إذا كنت نطقت اسمك الأخير خطأ، قالت هذا أول اجتماع لي، أنا عندي فضول إذا كانت المركبات للديزل الحيوي وضعت في الاعتبار أم فقط المراكب الكهربائية. كثير من الـ DPW أو DOT مركبات ديزل مثل الشاحنات الرافعات والشاحنات الأخرى، ويبدو هذا أفضل من الكهرباء. بعدها ديفيد داو علق بأن تحالف التغير المناخي لكيب كود لديه شبكة مجتمعات بيئية تحول عمل المناخ من حوار إلى عمل فعلي على الأرض. وأخيراً هناك أحد الحضور المشهورين قالوا ما نوع الأطراف التي يمكنها أن تقدم على منح الحد من تلوث المناخ. شكراً كاسل. وسريعا أريد أن أذكر كل المتحدثين أن يتحدثوا ببطء حتى يستطيع المترجمين أن يتابعوا. شكرا شكرا. إذن أول واحدة جوناثان، لا أعرف إذا كنت قادر أو ربما يمكن أن أتابع مع المعلق بعد الاجتماع، ولكن بالنسبة لسؤال بيركشير أريد أن أتابع مع جوليا بخصوص تعليقاتها، ولكن بالنسبة للتفاعل مع بيركشير الذي حدث ويمكن أن نتابع بعد الاجتماع إذا كان هذا أفضل. يسعدني أن أقدم رد سريع. وأولاً جوليا، أنا أقضي أكبر قدر من الوقت أستطيع أن أقضيه بشيفيلد ماساتشوستس على ضفاف الهوستونك حيث قام أطفالي بالسباحة وحيث أخذ أنا الكانو، فأنا على علم كبير بمشاكل الجي هناك. دعني أقول بأن حواراتي مع مجلس التخطيط لبركشير كان متعلق بتطبيق المنحة ويركز على تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة والفرص لذلك واحتياجات مجال البناية والمواصلات أكثر من الإشراف البيئي المحلي الذي يحتاجه مولدات GE. شكرا جوناثان. لا أعرف، كان هناك اثنين، أحدهم هو السؤال للمركبة الديزل. أنا أعتذر، أحاول أن أتحدث ببطء و
يبدو هذا بأنه غريب وأنا أعتذر، أنا العادي عندي أتحدث بسرعة. بنيو باتفورد نحن نعرف بأن هناك مجتمعات للعدالة الاجتماعية وهناك لايداك سنسس تراكس، وأريد أن أكون واضحاً بأن هناك اختلاف، هناك اختلاف واضح بين الاثنين، لأن هناك الكثير من الأعضاء يعرفوا بأن الكومنولث الولاية لديها تعريف واسع للعدالة الاجتماعية تتضمن اللغة. الحكومة الفيدرالية لا يوجد لديها هذا التعريف، تعريفها ضيق أكثر. ولنصل إلى مقارنة متشابهة، التقديم على المنح في إجراء تنافس يجب أن نستخدم التعريف الفيدرالي، هذا لا يشير إلى التفضيل بالسياسة من ناحيتي أو من السكرتيرة باورز، ولكن هذه هي اللغة التي يستخدمونها والتخطيط والتحليل الذي نقوم به، علينا أن نقوم به. ولكن لدينا خطة العمل لأولويات المناخ أونلاين، وبها الفهرس وكل ما يمكن اعتباره لايداك بما في ذلك البلديات المرتبطة بهم، فهناك قائمة كاملة أونلاين. إذا بحثتم في جوجل على ماساتشوستس CPRG أو برنامج منح الحد من تلوث المناخ PCAP خطة العمل لأولوية المناخ، أو يمكنكم أن تتواصلوا معنا ونحن سنشاركها معكم. بالنسبة للسؤال الأخير، البلديات سلطات التخطيط الإقليمي أو الآليات الأخرى بالولاية مثل المنظمات الشبه عامة ماساتشوستس للإسكان، هذه هي الأطراف التي تستطيع أن تقدم على منحة الحد من تلوث المناخ. وحسب فهمي منطقة مجلس منطقة التخطيط مع بوسطن ولو، وأعتقد لورنس كجزء من كهرباء السكن العام المدعم الفيدراليا، ومجلس التخطيط الإقليمي لماساتشوستس لوسط ماساتشوستس ستقدم استمارات تقديم تركز أعتقد على التسميد الطبيعي وإدارة المخلفات. مجلس التخطيط المحلي شرق الجنوب أو جنوب شرق ستقدم وتركيزهم على المحافظة على الغابات من البلديات الغربية، وهناك كهرباء أن تكون البنايات البلدية مكهربة من حكومة مجلس فرانكلين. وهذا أريد أن أضيف أنني في الدردشة وضعت الرابط الذي أشار له جوناثان، وأي تعليقات عامة ممكن تقديمها من هذا الرابط لموقعنا الإلكتروني مفتوح حتى فبراير 15. وبالنسبة لسؤال باتفورد، ما فاجأني بهذه الخريطة والقائمة هو أن هناك 21 مسار في نيو باتفورد مستهدفة بهذه القائمة بأنها مجتمعات محدودة الدخل ومتضررة. نعم، شكرا لتوضيحة هذا. شكرا جزيلا جوناثان وديانا. شكرا نائبة السكرتيرة. نحن اقتربنا إلى الساعة 7:30، وأعرف أننا سنفقد مترجمين بعد 7:30، فسأنتقل إلى إغلاق أو إنهاء الاجتماع. هل في أي أسئلة أو تعليقات أخرى من أعضاء المجلس قبل أن ننهي؟ ممكن يكون بخصوص منحة الحد من تلوث المناخ أو أي موضوع آخر.
جميل حسناً. إذن سوف نراكم في ثاني خميس من الشهر، شهر مارس، وهو 14 مارس، ثاني خميس من الشهر بوستر، ولكن سوف نرسل تفاصيل أكثر قريباً. وشكراً لكم جميعاً لحضوركم ومشاركتكم بهذا الاجتماع الخاص لمجلس العدالة البيئية، وشكراً جوناثان وديانا من مكتب المناخ لانضمامكم إلينا. نتمنى لكم أمسية سعيدة. شكراً. مع السلامة.